Yeah.
نبينا داود النبي بركاته على جميعنا منفذي من أعداء الراجزين ومن الذين يقومون علي يرفعني يخلصني من أعدائنا شدائي ومن أيدي الذين يبغضونني الليلويا ليترافع الله علينا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس فصل شريف من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته على جميعنا ثم كلمهم أيضا يسوع قائلا أنا هو نور العالم ومن يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة فقال له الفريسيون أنت وحدك تشهد لنفسك فليست شهادتك حقا أجاب يسوع وقال له إني وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب وأما أنتم فلا تعلمون من أين أتيت وإلى أين أمضي أنتم إنما تدينون بحسب الجسد وأنا لا أدين أحد وإن أنا دنت فدينونتي حق لي لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني وقد كتب أيضا في ناموسكم أن شهادة رجلين هي حق أنا أشهد لنفسي وبالذي أرسلني يشهد لي Yeah.
إلى العالم، الإله الحقيقي الذي أتى إلى العالم يقول وقوله الحق من فمه غير الكاذب: إنني أنا نور العالم، ومن يتبعني لن يمشي في الظلام، بل يجد نور الحياة يهديه إلى طريق الحق. أنت هو بالحق نور الآب، والشخص الذي من جوهره الذي مجده يشرق بلمعان عظيم على المسكونة في آخر الزهور. جذبنا معا نحن معشر الشعوب الغريبة إلى معرفة الحق باسمك، وأضاء علينا بنور لاهوته نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. فأما اليهود المخالفون الذين هم خوارقوا ألقاهم في ظلمة الجحيم إلى الأبد، لأنهم رفضوا أقواله ولم يقبلوه وحكموا عليه بحكم الموت. فلنعظم نحن اسمه القدوس ونمجده بغير فتون. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي لا نخلص. نسألك أيها الصالح أن تصنع معنا رحمة كعظيم رحمة. أو في الجاو
الذين جعلوا سفرهم بكل نوع لكي يرشدهم الرب إلى هنا ويردهم إلى مساكنهم بالسلام ويغفر لنا خطايانا. وكل الأشجار والكروم وكل شجرة مثمرة في جميع المسكونات لكي يباركها الرب إلهنا ويكملها بالسلام ويغفر لنا خطايانا. يعطينا الله رحمة ورافة أمام السلاطين الأعزاء ويعطف قلوب المتولين علينا بالصلاح في اليقين ويغفر لنا خطايانا. عن آبائنا وإخوتنا الذين رقدوا في الإيمان بالمسيح منذ الباب آبائنا البطارك والآباء المطارن والأساقفة والقمامسة والكسوس وإخوتنا الشمامسة وآبائنا الرهبان وإخوتنا العلمانيين وعن كل الذين انتقلوا من المسيحيين لكي يليح الرب إلهنا نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. عن المهتمين بالصالح والقرابين والقمر والزيت والبخور والستور وكتب الزراء وكل أوان المزرع لكي يعوضهم الرب إله عن أتعابهم في أورشليم السماء يا ويغفر لنا خطايانا. موعود شعبنا لكي يباركهم الرب ويفتح عيون قلوبهم ويثبتهم على الإيمان الأرثوذكس إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. وكل مساكن وديارات الشعوب الأرثوذكسيين والبراري والشيوخ السكان فيها وعن طمأنينة كل العالم معا لكي يحفظنا الرب إلهنا وإياهم من كل شر ومن كل سوء ويغفر لنا خطايانا. الآباء المطارن والأساقفة الأرثوذكسيين في كل مكان والقمامسة والقدوس والشمامسة وكل ظلمات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. لكي يباركهم الرب إلهنا ويكملهم بالسلام